السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نحضر معكم هاد القريشات او قريشلات بدون بيض بدون حليب، كيجيو زوينين ورطبين. غنخليكم مع المقادير والطريقة. بالنسبه للمقادير، المرحله الاولى كنحتاج فيها جوج كيسان ديال المدافي، جوج معالق ديال السنيده، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، معلقه ديال الزبده بدرجه الحراره ديال المطبخ، جوج معالق ديال النشا، كاس ديال الطحين، وشويه ديال الفاني. دابا نطحن هذه المكونات كامله في الخلاط. اول حاجه غادي نحط الماء هو الاول، ملحة، سكر، خميرة، نشا، زبدة. معلقة ديال الفاني، كاس ديال الطحين، غادي نطحنهم تقريبا جوج ديال الدقائق. من بعد ما طحنت الخليط واحد جوج دقائق، غادي نخوي في هذا الاناء ونخليه يرتاح 15 دقيقة. من بعد ما خليتها ربع ساعة حتى ولا الخليط بحال هكا، تفاعلت الخميرة، غادي نضيف شوية ديال النافع، نص كاس ديال الزيت، وغادي نضيف الطحين. بالنسبه للعجينه كتبقى بحال هكا، والطحين كيكون على حسب الخليط. بالنسبه لي انا هنا احتاجت كاس ديال الطحين في الخليط الاول وثلاثه الكيسان ونص في العجينه. دابا من بعد ما عجنتها مزيان غنخليها تقريبا ساعه، مهم حتى يتضاعف الحجم ديالها، ورجع معاكم. من بعد ما خليت العجينه خمرات حتى تضاعف الحجم ديالها، غادي نتهني ايديا بالزيت ونهبط العجينه حتى يخرج منها الهواء اللي فيها. دابا نبدا نشكل كويرات ونحط في هذه الصفيحة. ضروري ندهن ايدي بالزيت باش العجينة ما تلصقش. نحاول نخلي مسافة بين كل الكرات باش ما يتلاصقوش. انا غنستمر حتى نكمل هاد العجينة كلها ونرجع معكم.
دابا كملت التشكيل ديال هاد الكريسات. هنبسطهم شوية بهاد الشكل. هنا عندي أصفر بيضاء ومعلقة ديال الحليب وشوية ديال الفاني. ندهن الكريسات كاملين بالبيض بأصفر البيض. وغادي نزينهم بشرائح اللوز. يمكن لكم تزينهم بالزنجلان أو أي حاجة متوفرة عندكم. هنستمر حتى نكمل ونتلاقاو إن شاء الله. هادو هما الكريسات من بعد ما طابو وتحمرو، خليتهم حتى خمروا مرة أخرى. دخلتهم الفران سخون وشعلت عليهم غير من التحت حتى تنفخوا، وعاد شعلت عليهم من الفوق. كيجيو رطبين ومقطنين من الداخل. هاد الكمية عطاتني 24 حبة. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.